الله الرحمن الرحيم، نرحب بكم في مبنى الخطوط الجوية العربية السعودية في الجنادرية. طبعا المبنى هذا العام تم تصميمه بشكل مغاير عن الأعوام السابقة، بحيث أصبح مبنى تقني بالكامل. المعرض يستطيع الزائر من خلاله التعرف على جميع محتويات هذا المبنى من خلال الشرح بالصور، وكذلك كل صورة تم التعليق عليها بدقة كما هي. هناك طبعا بدايات الطيران، هنا مثلا متحف متكامل لبدايات الخطوط الجوية العربية السعودية للطيران منذ أن انطلقت في العام 1975 على يد المغفور لأمريكا عبد العزيز حيه الله وأكرمه طائرة واحدة وهي الداكوتا. أيضا ننتقل إلى المراحل الثانية وهي مثلا ملتقى الحضارات. ومقارنة بين الماضي والحاضر في جميع الصور، سواء الحرمين الشريفين أو المملكة العربية السعودية. في هذا المبنى نقدم كافة الخدمات لزوار الجنادرية وضيوف الخطوط الجوية العربية السعودية، من خدمات حجز ومبيعات وإصدار كروت صعود الطائرة، بالإضافة إلى كروت الفرسان. في هذا الموقع الخطوط الجوية العربية السعودية في يوم، لو تلاحظون في يوم واحد فقط مثلا عدد ساعات الطيران، عدد المسافرين، عدد الوجبات، هذه كلها في يوم واحد يتم عرضها يوميا. هذه تجسد انطلاقة الخطوط الجوية العربية السعودية منذ انطلاقتها عام 1945 حتى وصلت إلى ما وصلت إليه الآن في هذا العصر، والتي تمتلك أحدث وسائل وتقنية صناعة النقل الجوي في العالم، مرورا طبعا بتجديد الشعار واختلافه على مدى هذه السنوات التي انطلقت فيها الخطوط السعودية حتى الآن. الشاشة هذه تمثل جميع المحطات التي تصلها الخطوط الجوية العربية السعودية، طبعا الرحلات الدولية. إنجازات الخطوط الجوية العربية السعودية في عام 2017، وتلاحظون الفارق الكبير ما بين 2017 و2016 في الأعداد، هذه النسب المئوية. لدينا عرض مرئي بالأبعاد الثلاثية، طبعا استقبل الطيران، وهذه طبعا سمة خصيصة لهذا العام، هي طبعا تحتوي على مستقبل الطيران إلى العام 2040. هي طبعا صورة تم إهدائها إلى مقام خادم الحرمين الشريفين لجلالة الملك عبد العزيز وعلى الطائرة الDC-3 داكوتا، وتم إهدائها من قبل مدير عام الجوية العربية السعودية في حفل افتتاح النادي. طبعا هنا مسابقة لضيوف المبنى، يستطيع أي ضيف وضع الإيميل ورقم هاتف، ثم سوف يتم السحب خلال نهاية المهرجان على تذكرتين سفر مع الإقامة لمدة أسبوع. هذا بسيط، عبارة عن مجسم لأول طائرة، هذه طائرة داكوتا الDC-3، نتشرف بهدائه لكم. يعني الموضوع الجاد خدمة واصل للي ما عنده واصل يجي يسجل عندنا، وبالنسبة للي يبغى عنده واصل ويبغى يتحقق منه برضو الموظف يخدمه بهذا. تستخدم البريد قديما في آلة التخليص عندك، هذا ولي طبعا موقفات، هذه تقريبا موقفة من 8 سنوات، والباقي كلها نفس الطريقة. عندنا الآن أجهزة أحدث منها، هذه من الموازين اللي تازنة في الرسائل القديمة طبعاً، لأن موظفة
هي أحدث منها. ميزان حساس كان يستخدم في البريد وزنه مساوي برضه، ميزان كان يستخدم برضه قديمة جدا كانت تستخدم في البريد وزنه مساوي قديمة كثيرة تستخدم. كل ما عليك إنك تحطين الطابع على الرسالة وتضعينها في الصندوق خارجي عندنا وداخلي وداخل الرياض. قديم لتوزيع البريد كان الموزع يضع الرسائل هنا ويضعها على الدراجة بدوره يوزعها على مثلا المحلات الموجودة بالحي، لا هي على البيوت على الأحياء المحلات الموجودة بالحي. عندنا أكثر مخدمة نقدم الممتاز اللي هي مريح، من مريح سمية مريح عشان نضيح ويتراجع الدورة الحكومية إننا نأخذ الأوراق ويصير وسيط بين المنشأة وبين العميل. طبعاً إيمون تعتبر أول منصة حكومية تابعة لمؤسسة البريد السعودي تتيح للمؤسسات والشركات الربحية والجمعيات الخيرية عرض وبيع المنتجات. طبعاً أيضاً للعملاء عندنا أكثر من طريقة سداد اللي هو عن طريق البطاقة الائتمانية، عن طريق نظام سداد، وايضا عن طريق النقد لاي مركز من مراكز الخدمه، يعني اقرب مركز بريد ممكن يروح يسدد عنده. احنا برضو احنا فتحنا سوق فرعي لان مؤسسه البريد ما نسيت يعني عن طريق المسؤوليه الاجتماعيه اللي هو الاخوان الحرفيين والاسر والمنتجات ندعمهم ونفتح لهم منافذ البيع ليعرضوا منتجاتهم وايضا توصيلها عن طريق البريد. طبعا التوصيل عندنا سعره ثابت اللي هو 20 ريال، نوصل لأكثر من 6000 نقطة داخل المملكة للقرى والهجر وجميع المدن. تم إرسال حولين الرسائل لأي بلد في العالم، تحويل الأموال لأي بلد في العالم، وتكفي الشخص بدل ما يروح البنوك هنا لها تواجد في لها مكاتب في بعض الاحياء مثل المروج مثل النسيم مثل البديعه مثل البطحه مثل العليا، وهذه ميزتها بعض المكاتب تفتح يوم السبت ومقابل رسم بسيط يعني. طبعا عندنا في البريد العنوان الوطني هو عنوان العميل في المنزل اساسا، يقدر يطلب عن طريق اي طرود من خارج المملكه من الداخل توصل لعنده البيت. اضافه الى ذلك يقدر يطلب الان الجواز الاقامه، ما يحتاج يروح للجوازات ولا شيء، يدخل الابشر ويطلب له الجواز الاقامه توصل للبيت. ما مطلوب شيء الا رقم البيت فقط او موقع البيت مع هويته. الشهيرة والمعترف بها عالميا ودوليا اخواني العزة كما انتم تعرفون.
الجنوبية في جناح الجنوبية يوم قدم الإمارات كثير من العروض التراثية والفنية. هناك أيضا سوق مخصص للأسر المنتجة، هناك أيضا قاعة لتقديم العروض الإضافية، أيضا هناك مسرح لتقديم الفلكلور الشعبي. ونرحب بكل الضيوف الجمهور السعودي المتعطش المثقف. يا مرحبا بكم في أي وقت. لكن هنا اللي موجود عندنا في الشوارع عيالنا يوميا إننا قاعدين نستنزف 26 شخص يوميا وفات، هذا غير المصابين اللي يجونا بالمستشفيات. أنا 3 سنوات في مدينة سلطان، خلال 3 سنوات كنت أتمنى يوم إني أدخل قسم الإصابات الدماغية ما أحصل شخص يكون إصابته دماغية بسبة حال. خلال 3 سنوات كنت أسألهم 3 أسئلة: رابط حزامك ولا لا؟ استخدم جوالك ولا لا؟ الثالث: استخدام الجوال من سنة مضت إلى السنة الفاتت إلى الآن أغلب الحوادث اللي تصير كلها بسبب جوالك. الواحد يقعد بجواله ممكن خلال ثانيتين يتغير الطريق. شو بسبته؟ بسبة انتباه للجوال. أبيكم تشوفوا الفيديو هذا الثاني، كيف ممكن ثانيتين تغير حياة شخص، تغير الطريق، تبدل حاله. إن صنعنا مستقبل عيالنا من يومهم صغار، لكننا ما انتبهنا لسلامتهم، وهذا اللي صاير. شوفوا الفيديو كيف ممكن ثانيتين تأثر على الطريق. فجأة تطلع السيارة، مش عشان انتبهت للسناب شات ثواني بس، ثانيتين. كان لها الثانيتين هذه، أو ممكن أن الشخص ينهي حياة. صلوا على رسول الله. أخرك ما جيب لكم الشرطة أو شيء؟ لا لا صح. سمعنا اللي عندك اللي بنستفيد. طيب أخوكم ماجد العتيبي، قبل 6 سنوات ونص كنت معلم مدرسة عن البيت 150 كيلو، متزوج ذاك الوقت مالي لخمسة شهور، طالع من المدرسة رايح للبيت أمشي 180. أمشي كم؟ 180. وأنا في غيبوبة، صحيت من غيبوبة، الوالد والوالدة عندي كل واحد يسير، زوجتي
موجود في الصيف. وش اللي سويته انت؟ صحتي راحت، ضيفتي راحت، زوجتي راحت، قاعد اتكلم مع نفسي بكذا. بدل ما صرت انسان منتج، صرت انسان عالة، على اهلي اول شيء وعلى المجتمع. بعد شهر ونص تقريبا تحولت المدينة السلطان، حفزوني الاهل والجماعة اللي عندي والمجتمع، الناس اللي الزملاء قالوا فيها اطراف صناعية تعوض عن الاطراف الطبيعية. ركبت الاطراف، دخلت رحلة التأهيل والعلاج الطبيعي لمدة 5 سنوات ونص، وأنا قاعد ولازلت مستمر، وأنا قاعد أتدرب على الأطراف، ركبت الأطراف الهيدروليك، ركبت الأطراف. ليش؟ تعطيني رجل بابا أنت؟ بيأخذ رجل بابا وبيعطيه مليون، إيش رأيك؟ ليش؟ أنت تحب أبوك، تحب أبوك وما يبي يصير هالشيء. اسمعوني يا اخوان، اخوات، يحب ابوه ولا يبي يصير هالشيء؟ الله يخليه لك ويخليك. طيب ولدي الحين ابو 5 سنوات يقول يا بابا ليش رجلك زي كذا؟ اقول من السياره. يقول الله يلعن السياره اللي سويت فيك. اذا رحت وديت الملاهي يلعب يقول يا بابا تعال العب معنا. ما اقدر العب يا بابا. يقول الناس يلعبون مع عيالهم، ليش ما تقدر؟ اذا جيت انام نزلت الاطراف، انزلها عشان ما تجرحني ولا تسبب لي غرغرين. ما انام باطراف. اذا جيت ادخل دورة المياه الله يكرمكم لا احد يطلع لو سمحت. للزوار الزائرة هنا ممكن
تغير جو نفس ما تقوم بإجراءاتها كتجديد إقامة مقفولينها، استفسار عن المقفولين، خروج وعودة، تأشيرات خروج وعودة، خروج نهائي. أيضا إذا واجهتها مشكلة فأبشر ممكن إحنا نحلها، سواء من فقدان كلمة المرور أو تفعيل بصمة لها أو ما يخص حسابها الداخلي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، حياكم الله في جناح وزارة الداخلية الأمن العام شؤون الأمن. إحنا إدارة مكافحة الجرائم المعلوماتية، هي الإدارة المعنية باستقبال البلاغات المتعلقة بالجرائم المعلوماتية اللي تقع على الشبكة العنكبوتية وشبكة الإنترنت، سواء برامج التواصل الاجتماعي أو برامج اللي هو البريد الإلكتروني أو المواقع الإلكترونية. والمقصود بالتواصل الاجتماعي اللي يقع على الجميع اللي هي تويتر، سناب شات، الإنستغرام، اللينك والواتساب وما إلى ذلك. غير كذا إحنا نقدم الدعم الفني والمساند لشرطة المناطق في البلاغات اللي تردهم في القضايا اللي تتعلق بالجرائم المعلوماتية، القضايا اللي تتعلق بالتشهير والسب والقذف والشتم والانتحار الشخصية والنصب والاحتيال والعقاقير والمستحضرات الطبية. عندنا تقنيات حديثة، هذه بعض التقنيات اللي موجودة عندنا في الإدارة. هذا الجهاز اسمه XR Y، هذا الجهاز متعلق بمجرد اللي ما تدخل نوع جهازك أو موديله ورقم التسلسل تبعه يعطيني ايش الكيبل اللي انا ممكن اشبكه عليه، سواء ايفون او بلاك بيري، جميع الوصلات موجوده. مجرد اني ما اشبك جهازك في الجهاز عندي ياخذ نسخه كامله من الجهاز اللي عندي، سواء كانت محذوفه الصور او مي محذوفه، اسوي له فورمات او مقفل برقم سري ياخذ منها نسخه كامله. وهذا الاكسسوارات ايضا للبي سي والكمبيوتر المحمول، هذا القاري يسمونه الفحص السريع لفحص الاجهزه اللي موجوده عندنا. زي ما انت شايفة هذه وزارة الخدمات الطبية لوزارة الداخلية، نغطي الزوار، نقدم لهم خدمة اللي هي الفحص المجاني للنظر، الفحص المجاني للسكر والضغط، وكمان لأخذ الوزن والطول، وإعطائهم تعليمات صحية، نطلع لهم مثلا نسبة. اليوم بطلع رخصة